اسبيرونس ومازن بي الكونغولي مع ضيفنا اللاعب السابق للترجي العربي جابر. كنا نحكيو على التشكيلة الاسبيرونس اللي هبطت قبلها شوية، باش يكون فيها معز مشريفية، مسكيني، شمام، الذوادي، بن محمد، كوم، كوليبالي، الشعلالي، الهوني، البلالي، وطاهيسي الخنيسي. غياب رامي الجريدي على المقابلة هذه وتعويضه معز مشريفية، يحكي عليه الكوتش اسيستون في الاسبيرونس مجدي تراوي. شوف احنا ديما قبل حتى كي معناها كي معناها كنا في تورني معناها ليفيكتيف، معناها شفنا رامي في مباريات وشفنا معز بور غاردي ليكيليبر في حراسة المرمى، معناها كيف كيف معاهم علي اللي كيف كيف قاعد يخدم مليح، وعنا ثلاثة حراس ممتازين. غياب رامي صحيح اليوم مش شكون معانا، ولكن ان شاء الله معز كما عودنا يكون في المستوى اللي هو عودنا به، وكيف كيف معناها قبل حتى رامي وصيب لقينا زاد معز، ولا معز ما كانش موجود رامي كان موجود. زوز حراس كبار، وان شاء الله معناها غدوة معناها معز يكون في نهار كبير ودفع كبير من الجماهير باش نجمو معناها نفوزوا بالمباراة نتاعنا ان شاء الله. عربي معز كان حرس اساسي معناتها توتال اندسكوتابل في الاسبيرونس، اليوم يلقى روحه هو ما نقولوش الحرس الثاني، ممكن مره بمره هكا رامي الجريدي جاي نفسه برشا على المركز نتاعو، نجم يمسلو الثقه نتاعو هذا اليوم في المقابله نتاع اليوم. لا ما تصورش رامي عنده القيمه نتاعو ولا ذايا، ومعز بصراحه الحارس اللي قاعد عطى برشا الفريق وتألق برشا دوم يعني دوم طلع، ونتفكروا يعني لعب برشا نهائيات وعنده برشا ألقاب، وأبرزها يعني ضد الوداد كان هو الحاسم وكان هو يعني اللي ساهم في اللقب هذاك يعني بصفة كبيرة، وكان هو يعني آخر في آخر نهائي رابطة الأبطال الأفريقية الموسم فارط كان هو الحارس يعني الأساسي، وتوج بالترجي مع الترجي بزاف ألقاب، دونك كان القوة اليوم في حراسة المرمى. الكونكيرونس مطلوبة اليوم في اللي برشا يعني تحديات عن الترجي الذي التونسي وبرشا يعني القاب والريتم تاع المقابلات، دونك اوتوماتيكمون كما قال مجدي بورغاردي ليكيليبر قاعدين يلعبوا في زوج حراس اللي هما بصراحه عندهم نفس القيمه ونفس ما فماش حارس يفوت الاخر بحاجه كبيره ولا واحد يختص بحاجه على الحارس الاخر، نفس القيمه نفس روندمون داير، ما تحسش يعني حدا كي تبدلوا كيصير شونجمون في الكاج ما تحسش برشا شونجمون، ما تحسش معناها فما حاجه تبدلت في ليكيب، دونك اوتوماتيكمون كي لعب كي معز كي رامي بالنسبه لي انا كيف حاجه ما تقلقش. ايضا نحن نواصلوا نحكيو على الغيابات من اللاعبين الغايبين، لاعب كان ديما حاسم في المقابله الكبرى انيس البدري. صحيح تقول البدري وهي البدري عنصر مهم في الفريق، عنصر فعال افيكاس برشا، اهدافه ديما تكون حاسمه وقت الترجي يبدا حاجته به ديما يلقاه، شفنا ذا يعني في برشا مباريات، ملاعبي يعطيك برشا حلول في الميدان، ملاعبي عنده الاكسبيريونس زاد اصحابه يعملوا عليه صحيح، وبصراحه ملاعبي حاسم سيتو في الفينيسيون، خاطر بدري شفته ساعه ما تشوفوش ماتش كامل، ديما ما تحسش بوجوده في الملعب، لكن ما في لحظه تلقى بدري يسجل ولا الاكسيون توفى عليه، خاطر داخل دوزيمتر بدري بصراحه من اقوى الملاعبيه في هذوما ثلاثه، افيكاس برشا، افيكاس بارابول البيلي والهوني والخنيسي، هو اكثر واحد افيكاس فيهم، قريب للشبكه نقولوا احنا، وعنده حاسه تهديف، هذاك علاش غياب اليوم يكون مؤثر، ان شاء الله ما يكونش مؤثر ولا غياب محمد علي يعقوبي نجم نقولوا بعوده شمام هو الاقل تاثير معناها. كيف محمد علي يعقوبي ملاعبي عنده نيفو باهي، عنده اكسبيريونس زاده، ورا ذا كل شاك فوا يسحقته الاسبيرونس لقاته وعطى البلوس وسد يعني الثغره اللي تركوها اصحابه، لكن اليوم تلقى ذوادي وشمام اللي هو ديو نقولوا احنا مستانس بعض، وعندهم بريسك من زمان خالد بن يحيى الوقت اللي دخل خليل شمام للاكس ولعب مع ذوادي قعد يعني الديو هذوك ديما يلعب، غياب خليل على من ماتش سيابي بتيتر التوى عنده شهر ونص معناها غاب فترة معينة ولا أكثر شوية، ممكن خلي عنده خبرة سان خلينا نقول لك، وعنده زاد الاكسبيريونس باش تخليه يعني يعرف يبلاس يروحه اليوم ويعرف تحب ولا تكره، ملاعبي مهما تكون لا عندك حتى 500 ماتش في ساقيك لما تغيب شهر ولا شهرين راك باش تضيع دي ريفليكس صغار، العامل البدني يقلق باش تضيع هكا كلكو هكا روبير باش يضيعوا عليك درج اثنين تاع الماتش بعديك تدخل في اللعبه، لكن خليل فيو العمر وفيو الماتش اللي لعبهم فيو التيتر اللي عنده
الكابيتان زاد يلزم اليوم يكون حاضر من بدايه مباراه على خاطر لو مون دو كومبيتيسيون. بصراحه ان شاء الله ما تقلقوش اليوم ان شاء الله, خاطر مع ذوادي اللي في فتره من فترات ما قاعد يقدم في مردود ممتاز, ان شاء الله اليوم الذوادي هو العون خليل, خاطر ملاعبي مون دو كومبيتيسيون باش يلعب اليوم للضروره, خاطر فما حد في الاكس بن محمد مازال مش بن محمد, ايمن محمود اللي باش يعمل عليه معين, وفي فترات كيما هكا ملاعبي مازال يقولوا احنا يا خويا يعطي ناقص يعني في الخبره دونك علاش وقعت تخليل على تعويل على خليل شمام بالخبره نتاعو, معاه شاموز هذا كيف عنده الاكسبيريونس بجنبه زاد بن محمد اللي ظهر اي ظهير ايسر يعرف يغطي مليح, دونك خليل اليوم ان شاء الله ما نحسوش عنده لي مونك دو كومبيتيسيون. من الملاعبين ايضا موجودين ممكن كنت تحكي عن نقص الخبره موجودين اليوم في الدفاع, محمد امين المسكيني ملاعبي ممتاز قابل برشا للتطور لكن كومي ما عندوش الاكسبيريونس نتاع الماتشات هذو. صحيح المسكيني ملاعبي صغير, سامحني عربي نقص عليك ماشي البوست نتاعو, يلعب هو اصل متوسط ميدان. صحيح لعب متوسط ميدان ولكن شفناه في فتره من الفترات معين شعبان كان يلعب فيه يعني على الرواق الايمن, وبصراحه كان عطاه يعني رندمون باهي وعطاه مؤشرات تخلي الاطار الفني ديما يخلي يخمم فيه الملاعب هذايا في دي مومون كيما هكا يستحق, وعنده زاده نزعه دفاعيه باهيه, ملاعبي رابيد جون اون بلوس انتيليجون, تحسو ملاعبي يعرف يكور يعني يخمم ما يخافش, ولا هذيك اهم حاجه في الملعب. ما كما شوفش كانت اليوم الاسبيرونس تحتاج خبره الدربالي ولا هي بالمباركي بتيتر الدربالي اكثر واحد فيهم عنده الاكسبيريونس واكثر واحد فيهم يعني لعب لي ماتش كيما هكا ولعب لي ديمي فينال ولعب برشا ضغط في برشا مواجهات حاسمه. ايهاب حاجه عاديه جدا, ملاعبي كانت عنده بلوسيور لي كامون كروزي قاعد يرجع تي تابتي اشاك فوا وين يهبط يعطي دي روندمون, هو مده عنده مازال ما تجاوزش تو رقم اللي ظهر لي عملت اكثر من عام لي كامون كروزي هو رجع تو لعب وشفناه ماتش مستير كان هو ورا الهدف نتاع عاد ماتش شفناه زاد ضد الراجل البيضاوي لما هبط اون ديزيمي طون عمل دوزيمي طون باهي وقلب اللعبه, دونك ايهاب حاجه عاديه كي بسقع البنك ما تنجمش اللاعب يرجع من لي كامون كروزي باش تدخل عليه اليوم ثلاث جمعه انا عاديه جدا. بتدى الدربالي مازال ماهوش حاضر زاد رجع من بليسيور ولا بالضبط ملاعبه مش حاضر رجع من بليسيور يمكن اليوم تلعبوا تخسروا زاد في شونجمون, دونك انا مع معين شعبان كي هبط المسكين اليوم اللي هو عنده معنا كومبيتيتيف وقاعد يلعب وجون وفري احنا تقريبا موافق الشعباني في الاسامي الكل اللي هبطها خاطر صاحبك كان يلعب معك في ديفونس قبل معين لا ديما صاحبي هو ديما انا وياه ديما نقول لك لعبتهم معكم اي العام من 2005 حتى بريسك 2009 هكا ولا 2008 لكن بصراحه هذيك انا نشوفها كلاعب وكتجربه صغيره عندي في التدريب. اليوم ما نحبش نخسر شونجمون ما نحبش يعني وماذا ما نحبش ملاعبي نقول احنا حاضر حاضر 70% لا حاضر حاجتي ملاعبي حاضر يعني 100% وباش يلعب وباش يعطيني, خاطر اليوم بصراحه اهم مباراه اليوم بالنسبه لي انا للترجي التونسي لما انت تشوف الاربع مباريات اللي ما زالت معنا الدومي فينال كوب معنا الدومي فينال ومازال عندك فينال ان شاء الله, اليوم هذه مباراة اللي في تونس اليوم اهم مباراة خاطر كان باش تاخذ اليوم نقولوا احنا لافونس من الاول وباش تربح وباش تاخذ ليكار باهي باش تمشي قال عوده مرتاح, راهو كان اليوم باش تعمل موفي ريزولتا في تونس ولا باش تخلي شانس المازمبي باش تمشي تلعب غادي في 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 كونغو وتعرف الاجواء غاديك بتت حظوظك معناها تكون صعيبه شويه. انا نشوف اهم حاجه ما تقبلش ما تسجلش ما يسالش اما المهم ما تقبلش. بيان سور 0-0 خير من انا حاجه عاديه انا 0 خير من خير من 2-1. كنت تحكي على الفيزيك والتكنيك والتكتيك لكن ظهر لي فما عامل اخر عنده اهميه كبيره اللي هو التحضير الذهني للمقابلات هذه. ليك خليني نقول لك انا نتصور حسب رايي انا الشخصي هو فما غادي كان نتصور معد ذهني وتعرف راهو الملاعبي تو في الفتره هذه مش محتاج برشا خاطر ليكيب ماشيه في نقولوا احنا على السكه صحيحه والانتصارات والناس كلها راضي عليهم وعاملين اللي عليهم نقولوا احنا دونك الملاعبي تلقاه مرتاح في مخه بالدي. مجدي ترى مش موافق برشا على بجيب خاطر يشوف التحضير الذهني عنده اهميه كبيره. تعرف قديش من سورتو في الفيراج الاخراني هذايا معناها برشا ماتشات شاك 3 جور ماتش وافيك لو تشالنج اللي موجود في عام كبير معناها مئوية نحاولوا نفوزوا باكثر القاب ممكنه دونك
الكوتي معناها مونتال عنده قيمه كبيره برشا، معناها كوتي مورال للملاعبيه اللي باش يكونوا جاهزين ويكونوا حاضرين. تعرف ماتشات كبار كيما ذوما اللاعب زاده يكون موتيفي، ولكن لازم تكون موتيفاسيون معناها حد الكره، معناها ما ندخلوش في الـ في الـ في الكونسنتراسيون الخايبه، في الكونسنتراسيون النيجاتيف اللي تخرجنا من الماتش. امام جماهيرنا مطالبين باش نلعبوا الكره نتاعنا، فماش علاش ان شاء الله اذا كان نكون احنا في نهار باهي كيما قلت لك، ما فماش علاش مش ما نتعداو ان شاء الله ربي معنا ونفوزوا المباراه هذه باش نسهلوا ان شاء الله مباراه العوده ان شاء الله. تاريخ المواجهات عربي بين لسبيرانس ومازنبي، تسعة مقابلات، ثلاثة فازت لسبيرانس، ثلاثة فازت مازنبي، وثلاثة تعادلات. كل كيب تفوز في الميدان متاعها وما تخسرش، ما تربحش البرا من الميدان متاعها. تشوف هذا عامل إيجابي لسبيرانس في مقابلة اليوم أنها ديما تفوز في تونس؟ صحيح عامل إيجابي، وزاد لسبيرانس فافوري مرة هذه على مازنبي، خاطر الوقت تقولوا انت على 9 مقابلات اسبيرونس ربحت 3 وخسرت 3 لبرا وعملت 3 نيول، وقتها الاسبيرونس ماشي بالقوه كيما توا معناها، ومازنبي اقوى من توا مازنبي. دونك انا نشوف ان الاسبيرونس اليوم فوري على مازنبي، رغم اللي يقعد ديما مازنبي راه تحب ولا تكره، ما تقول لي لا في بلاده يعني عامل ديما في ريزولتا لا حاجه. حاجه اخرى عليك تدخل فافوري مش ديما معناتها انت رابح، هذا ينجم يحط حتى بريسيون على الملاعبين تبدا انت فافوري في الماتش. بالضبط، لكن الملاعبين تعرف راه الاطار الفني يعرف اللي كل مباراه الحقيقه نتاعها، ما تلقاش فريق وصل للدومي فينال شامبيونز ليغ باش تلقاه بالضعف بصراحه، تحب ولا تكره. بوتيتر هو في 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 بلاده يلعب في الدوزيام ايكيب يعني كما عامله ليسبيرونس هنا، ولا ليسبيرونس نجحت معناها بالفريق الثاني، بوتيتر مازنبي ما نجحتش غاديك اوتوماتيكمون. هكا علاش العباد تقول لك في مازنبي معناها عامله ديمو في ريزولتا في الشهر الاخر وبرشا خساير، دونك سيبو قاعدين يلعبوا الفريق الثاني. لكن تحب ولا تكره مازنبي ديما يقعد ضيف ثقيل في تونس، عنده تاريخ، عنده ملاعبيه باهين، عنده ملاعبيه ديزانترناسيونو، ويقلق اي فريق يلعب له في تونس. علاش اليوم مباراه ماهي سهله، مباراه باش تكون صعيبه، على الترجي يعني اخذ معنا الامور بجديه وذاك اللي يلزم، وعلى الترجي يعني الانتصار اليوم، وبصراحه ما عنده حتى خيار اخر. اون بليس عربي ما تخسرش بلادها ليكيب هذه عندها مده تقريبا ما تخسرش في ميدان، هذا ينجم يكون يخلي سبيرونس تحسم المقابله تحسم التاهل من اليوم. علاش قلت لك انا اليوم هذه اهم مباراه يعني في معناها في ثلاثه مباريات ما قبل النهائي، اليوم هذه اهم مباراه، انه الترجي التونسي يلزم معناها يقتل بالحق على احلام مازنبي، ما تخلي له حتى شانس، ما غادي باش يعمل لك رياكسيون ولا باش نقولوا احنا باش يطمع في المباراه ولا باش يطمع في النهائي. اليوم لو كان سبيرونس تحب تترشح يعني بصراحه بيان سور من غير هبال ومن غير يعني نرفزه ومن غير استسهال المنافس ومن غير نقولوا احنا لازم نردوا الفأر تاع الخمسه ولا لا، كل شيء تلعب برزانه، كل شيء بالعقل، الاهداف تجي في وقتها. لكن لو ترجي قادر باش تسجل 3 اهداف لازم تسجلهم اليوم، خاطر شفنا في عديد المباريات ترجي تخلق فرص لكن التسجيل ديما يكون غايب، معناها على 5 مركزوز على 4 ساعه تسجل هدف. اليوم راهو كان اسبيرونس حاجته بالاهداف ولا حاجته يعني بتسجيل الفرص على مستوى يعني الهجوم، كل فرصه زي ما تدخل اليوم صراحه، معناها كانت ترجي يخلق 5 اليوم على الاقل لازم 3 يعني 3 اهداف يكونوا موجودين اليوم في تونس باش تمشي غادي معناها لمباتشي ولا ما نعرفش مين باش يلعبوا مباراه العوده، تكون انا على مستوى الذهني مرتاح، وحتى الفريق المنافس معني يخليه هو ديما معني يجي ورا المقابله ديما هو اللي منرفز، ديما هو يعني اللي يحب ينتصر ويخلي لك يعني برشا اسباس، خاطر هو كما قلت انت انا تربح 0-0 خير من خير من 2-1 و 0-0 خير من 1-1. الكلام اللي كنت تحكي فيه عربي على انه مازنبي مش تعدى في بريود باهي مش صحيح برشا، نعطيك نتائج مازنبي في اخر المقابلات نتاعها. اخر مقابله يوم 21 افريل تعادلت في القمه مع فيتا كلوب خرج ميدانها دون اهداف، فازت في البطوله على كيب اسمها نيوكي 4-0، فازت على سيمبا التنزاني في الشامبيونز ليج 4-1، انهزمت ضد وتعادلت مع سيمبا دون اهداف. مازنبي كيف هذه ممكن هزيمه الوحيده ممكن موجوده في يوم 30 مارس ضد ايكيب في البطوله اسمها لوبوبون، هزمت 1-0، بقيت مقابلات الكل فايزه فيهم ضد مونبلو ايكيب يوم 28 فيفري ربحت 5-0، معناتها ايكيب قاعده معناتها نعطيك حتى الكلاسمون نتاعها في الشامبيونات توا، هي ايكيب الثانيه بعيده 3 نقاط على فيتا كلوب، لكن برابور فيتا كلوب تنقصها 4 مقابلات، معناتها ماهيش كما يحاولوا يصوروها البعض انها ماهيش في افضل حالتها. سمعت انا الارقام معناها في شهر افريل
على 6 ماتشات عمل دو نول ودو فيكتوار وخساره يعني في بالي هكا تو حسب الارقام خساره يعني. يوم 30 مارس في الشامبيونا بون مش مشكل معنا عندها لعبت اربع مقابلات في افريل تعادلت كما قلت لك مع فيتا كريم بدون اهداف وربحت زوج مقابلات في المقابله في البطوله ومقابله في الشامبيونز ليج وتعادلت مع سيمبا التنزاني تعادلت معناتها تاهلت معناها على حساب اي يعني حاصله ماهيش يعني على خمسه ربحت خمسه كيما الاسبيرونس ولا 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 على ولا عندك سانك شركات حاصله يعني نقولوها يعني فوق المتوسط ماشي يعني مازامبي القويه اللي جاي ربحته كسوا البرا الداخل ما تحسبش مازامبي خاطر كيما وردنا قبل علاش قلنا احنا يعني الفريق مش كيما يعني لما نقولوا مازامبي مش حاضر يعني مازامبي مش معنا مازامبي يعني ضعيف معنا مازامبي مش مازامبي 2011 مش مازامبي 2012 اللي فريق انت لعبت برشا في مازامبي عربي واكيد شاهدت في المقابلات الاخرى ما عرفتش شفتها ولا شنو مهم نقاط الضعف وهم نقاط القوه نتاع الكيب هذه والله تعرف نقاط القوه نتاعهم بيان سور خط الهجوم خط عندهم خط هجوم قوي لاعبين ممتازين سوتو ديسم بوتو لاعب ممتاز جدا ودي هذاك معناها اقدم لاعبي عندهم و... ومن احسن لاعبي اللي يلعبوا في مازامبي رغم انه كبير شويه كمان اما ديما عنده عامل خبره وسيرتو قاعد يسجل يعني في الاهداف وقاعد حاسم يعني يعطيك لي باس فوالا بالضبط لكن نتصور مازامبي دفاعيا معناها ماهوش فريق رغم اللي يعني معناها تشوف الارقام مش قابل برشا لكن معناها لما يتيح مع فريق قوي معناها هجوميا بتاتر ينجم يقلقوا برشا الاسبيرانس اليوم بخط هجوم البليلي والخنيسي والهوني قادرين اليوم يسجلوا اهداف امام مازامبي امام دفاعه ونقولوا احنا مش ما عندوش يعني تركيبه دفاعيه نتاع فريق باهي مش خايبه لكن معناها سو البلان انديفيديوال معناها على مستوى الشخصي نتاع الملاعبيه ماهمش ملاعبيه يعني ديكرون كاليبر معناها قادرين يغلطوا في اي لحظه معناها بالنيفو نتاع البليلي والهوني والخنيسي قادرين يعني يعديوا المنافسين ولا المدافعين تاع مازامبي اليوم هذا كيف يشوف العربي جاوب نقاط قوة وضعف مازامبي كيف يشوف مجدي تراوي نقاط القوة والضعف نتاع مازامبي عنده نقاط قوة بيان سور فريق اكسبيريمونتي فريق متعود بالادوار متقدمة كيف نحن معناها في الشامبيونز ليغ زوج فرق يعرفوا بعضهم بالكديد دونك عنده وسط ميدان على مستوى عالي عنده هجوم كيف ينجم يخلق الفارق لكن احنا ان شاء الله معناها نكونوا في نهار كبير وحظنا للشيء هذا الكل ان شاء الله اولادنا يكونوا لجورجي معناها بيان كونسونتري يكونوا معناها نتصور اللي اولادنا موتيفي مع امام الجماهير نتاعنا ما فماش علاش بالدعم نتاعهم ما نقوموش مباراه كبيره ان شاء الله ربي معنا واهم شيء كما قلت لك في المباراه هذه ما لازمناش معناها نقبلوا اهداف بالعكس لازمنا نقبلوا حتى هدف باش نجموا نسهل مباراه العوده وان شاء الله الفرص اللي تجي تكون فما واقعيه ونحطوهم في الشبكه باش نجموا نسهل مباراه العوده ان شاء الله عربي مجد تراوي يحكي على دور الجمهور في المقابله هذه كيفاش تشوف انت بيبليك تاع اسبيرونس كيفاش لازم يجز الجمعيه نتاعو كما عودنا بصراحة وكما عودنا في كل مباراة يكون هو الحاسم وسيرتو يعني كما مباراة الأهلي عم ناول شفنا دور الجماهير كيفاش كان حاضر وشحن عطاوه من لعبية دونك والتيتر هذاك يعني بصراحة 70% جابته جماهير الترجي التونسي في لقاء العودة دونك اليوم الجمهور امام فرصه ولا خلينا كل نقولوا امام فرصه يعني باش نحسموا الترشح من تونس ودور الجمهور اليوم دور كبير رغم اللي مع بصراحه شويه 30,000 في مباراه قمه كيما هكا ان شاء الله يعني نلقاو اكثر في رادس 30,000 ونسوي يبدا مع بي ان شاء الله نلقاو اليوم 45 50 في رادس يملاو يعني رادس كل لملاه لمشجعة فريقهم وتعرف يعني ما غيرنا ما نوصي جمهور يعرف يعمل ويدز ويشجع ان شاء الله اليوم يكون اللاعب رقم واحد في رادس به هكا نكمل نطوي صفحة الترجي ومازامبي بالتوفيق ان شاء الله ممثل كرة القدم التونسية نحلوا صفحة الفقرات اللي تعودوا بهم في زون ميكس البداية مع لوكويس لوكويس باش نعطيك مجموعة من الأسئلة عربي تجاوبنا عليهم بكلمة واحدة في أسرع وقت ممكن ما غير تفكير برشا شكون أحسن لاعب تونسي تو مازال ينشط حاليا تونسي أربط الشيخاوي أحسن لاعب في تاريخ تونس طارق ذيب لاعب تونسي تشوفه قادر ينجح في الاحتراف يمكن غيلان شعلالي أقرب لاعب ليك إيهاب المباركي شكون أحسن مدرب تونسي بون فوزي منزرتي
احسن مدرب تدريت عنده؟ فوزي خالد، خالد بن يحيى. مدرب عنده فضل عليك؟ ما تفكرش حاجه كبيره هكا، كل كي بعضهم. مهاجم تونسي كنت تقرا له حساب؟ تونسي اي مسيج حتى رجل بمهاجم وكا بتيت بعض البونجيح ملعب ضده ورشة مو ضده ولكن ما سجلش مع سيابي وقتها ولا لا لا مع الاسبيرانس اوكي كورنا ضد بعضنا وي ماتش ما تنساش مباراة ضد الهلال السوداني في رادس وريمونتادا انت عم عين الشعباني هدف ما تنساش دربي في 2006 ضد نادي الافريقي اول هدف براس ثاني هدف ليا مع فريق الاكابر واول دربي دوبا طلعت وقتها وي اون 2006 وقتها هدف اون دوزيام ايتون كان معنا من الاهداف التاريخيه اللي قديم اتفكرها اجمل بونتو سجلته في نهائي كاس تونس امام سيابي وقتها بون هو جبت بينالتي وسجلت يعني هدف ثاني هدف الانتصار هدف تمنيت لو كان كنت انت سجلته ممكن هدف هدف سعد بقير الثاني عم ناوي ضد الاهلي المصري شكون تشوف احسن لاعب في العالم توا حاليا نشوف كالعاده ديما محصوره بين ميسي وكريستيانو رونالدو اي انت شكون تفضل كريستيانو بيان سور علاش بيان سور تحب الريال تحب اليوفي كنا نحب الريال وتوا نحب اليوفي وبعد بدلت الجماعه بيوع عادي احسن مدرب في العالم بيب غوارديولا كانت هذه لوكويز نمشيو لليكيب تيب ليكيب تيب ليكيب تيب عربي تعطيني تشكيله نتاع احسن 10 لاعبين لعبت معهم وانت ال11 بالطبيعه احسن معنا لاعبين تشكيله بون برشو اسمع غدرتني والله غدرتني جارديان شكون نحطو ايه جارديان جوجاك تيزي على اليمين بون طارق ثابت خلط عليه 4 ساعات تتحسب طارق ثابت خلط عليه 4 ساعات شكون ترتاح معاه في الاكس بون نرتاح مع بيان سور خالد بدره لعبت مع خالد بدره على اليسار اللي لعبت مع وسام البكري وقتها 2006 كل من الاسبيرونس حطيتهم بون فو تحتفظ في الاسبيرونس ما كانش لاعب كبير وسام البكري لا فما خليل جدا ريغوش عمل باركور باهي خليني نقول لك ولا اسمها البعضيه لسامي برشا خليني نقول لك غازي عبد الرزاق به اغوش وين لعبت معاه؟ لا انت قلت لعبت معاه تو ولا لا لعبت معاه نحترم لعبت معاه وكل لعبت مع غازي عبد الرزاق لا ما لعبتش معاه دونك خليل شمام في الوسط ميدان فما خالد قربي وفما زاد حسين الراقد بيان سور اي حسين الراقد اعطيني ديس ديس نتصور انا احسن رقم 10 ما انا تحب ولا تكره وما نجموش ننكروا فضله ومانا على وليش عطاه الاسبيرونس اللي هو اسامه الدراجي رغم اللي برشا متغشين عليه لكن تقعد معنا كاسامه الدراجي عنده قيمه نتاعو في الملابي دخل اسبيرونس عطاه البلوس وربي وجهه خير بالباهي بالخايب اللي صار ثلاثه القدام ثلاثه قدام خليني نقول لك مايكل بيان سور هذاك يكون رقم واحد امين التيفي على اليسار وسونز اوبليي زاد علي زيتوني اللي ثلاثة بونت اخذيتهم ثلاثة بونت علي زيتوني او مراد الملكي ادروات دونك يعطيك الصحة عربي جابر شرفتنا اليوم بحضورك في زون ميكس ميرسي بوكو ميرسي على الانفيتاسيون وان شاء الله مربوحة للاسبيرونس ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله ممثل تونس كيف كيف بالتوفيق الاتوال والسي اس اس في كاس الكاف غدوة احنا وصلنا لنهاية زون ميكس الخمسة متاع العشية شكرا لاحمد بالخوجة في الاخراج كيف كيف انيس الجويني في النصف الثاني من الحصة متاعنا نتقابلوا السبت الجاي في نفس التوقيت من زون ميكس من الربع حتى للخمسة متاع العشية اكسبريس اف ام